استاذ مصطفى، هروح مع حضرتك مع دور النجوم ودور الرموز داخل نادي الزمالك خلال الفتره القادمه لنادي الزمالك. ايه المطلوب منهم عشان نعيد او ننجح كلنا ان احنا نعدي بخارطه الطريق دي لبر الامان، ويعدي نادي الزمالك من هذه التعثرات او هذه الكبوه او هذه الفتره اللي غير مستقره؟ فاكيد في دور كبير جدا على كل ما هو رمز، على كل ما هو نجم، على كل ما هو لاعب سابق في نادي الزمالك، دورهم تجاه ناديهم في الوقت ده بيحتم عليهم تدخل. طبعا نادي الزمالك نادي كبير، نادي عريق، يمكن واجه مشاكل كتيره جدا وواجه صعوبات كتيره جدا كل الناس عارفاها. في طموحات عند جماهير نادي الزمالك، جماهير الزمالك عايزه تطمئن على النادي. دور النجوم في الفتره دي او دور رموز نادي الزمالك ان هم يلتفوا حول نادي الزمالك، ان هم كل واحد يتناسى اي مصالح شخصيه، يتناسى اي خلافات، يتناسى ان هو بعيد عن نادي الزمالك ويتكاتف من اجل نادي الزمالك، ان هو ان كل الناس تقف مع بعضيها، ان كل الناس تتوقف ايضا عن التصريحات. يمكن انا ملاحظ في الفتره الاخيره في تصريحات كتيره جدا وفي لايفات وفي، لا انا عايز الناس ما يبقاش في كلام، يبقى في على افعال على المستوى غير رسمي ما خارج نادي الزمالك. يعني احنا عايزين افعال، يعني حتى الناس اللي هي بتفكر انها تخش الانتخابات ان هم يتوقفوا الان تماما عن اي تصريحات او كلام عن نادي الزمالك، ان هم بدل ما يتكلموا يشتغلوا لصالح نادي الزمالك. نعم. في لجنه ثلاثيه موجوده عشان تسيير اعمال النادي خلال الفتره دي، والدعوه الى جمعيه عموميه والدعوه للانتخابات، والانتخابات دي مهمه جدا، مهمه جدا ان انت يبقى عندك مجلس مستقر، عندك مجلس منتخب، وده اللي احنا شفناه في البيان الخاص بوزاره الشباب والرياضه اللي صدر اول امس، واتكلم فيه على خارطه الطريق، وان هو من اهم المهام بتاع اللجنه دي ان هي تجاه الدعوه الجمعيه عموميه. نعم. لما بيكون في مجلس منتخب هيكون في استقرار. نعم. هيكون في خطط قصيره الامد وخطط طويله الامد، هتقدر تلاقي حد تحاسبه. هتقدر تلاقي حد تحاسبه، هتقدر تلاقي حد منتخب من الجمعيه العموميه. نعم. هتقدر تلاقي حد عشان يشتغل. لكن احنا في فتره دلوقتي مفروض ان انت بتسير قدامك ملفات كثيره جدا، الحمل ثقيل، يعني انت عندك ملفات، عندك اهم ملف يمكن ملف كره القدم، وده اللي يهم جماهير نادي الزمالك. نعم. انت عندك الغرامه اللي موجوده بتاع شيكابالا وتشومبونج ووادي دجله، لازم بقدر الامكان ان يتم دفع هذه الغرامه عشان يتم فتح باب القيد، وتقدر ان انت تتعاقد مع لعيبه قبل يوم 14/9 اللي هيتم فيه قفل القيد. عندك برضك مستحقات اللعيبه، عندك الملف اللي انت اتكلمت فيه بتاع زيزو وفتوح ومحمد صبحي. عندك اوسيريو، يمكن اوسيريو انا يمكن عاجبني فيه ان الراجل مش عايز يسافر الا لما يخلص كل الملفات اللي موجوده، ان هو بحس ان هو ما يرجع فتره اعداد في 1 سبتمبر يبدا الشغل فورا فني. وبعدين انت عندك بعد كده، يعني انت هتبدا 1/9، انت عندك ماتش يوم 15/9. نعم. هيبقى في دور ال 32 لبطوله الكونفدراليه. هيبقى خارج مصر. فالمرحله الجايه دي محتاجه افعال وليس كلام. نعم. محتاجه ان كل نجوم الزمالك يلتفوا حول نادي الزمالك، ان احنا يتناسوا اي خلافات. كل واحد يقف جنب ظهر نادي الزمالك. مجلس اداره استقال، الساحه مفتوحه دلوقتي قدام اي حد ان هو يخش وان يقدم الدعم. مفيش حد ليه اي حجه دلوقتي. نعم. كل الناس تقدم الدعم لنادي الزمالك، كل الناس تساعد نادي الزمالك، كل الناس تقف جنب كيان نادي الزمالك. نعم. في الفتره الجايه دي. نعم.